كفوا بخوفٍ أمام الله وانصتوا لسمع الإنجيل المقدس فصلوا من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ والطاهر بركاته على جميعنا آمين. أمير يا بينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أمين. اعترفوا للرب فأنه صالح وإنا إلى لبد رحمته. اعترفوا لإله الآلهة فإن رحمته ثابتة إلى الأبد. هللويا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. كل ما لي فهو لي، كل ما لأبي فهو لي، لهذا قلت لكم إنه يأخذ مما لي بعد قليل ترونني لا ترونني وأيضا بعد قليل ترونني لأني ذاهب إلى الآب. قال قوم من تلاميذ بعضهم لبعض ما هذا الكلام الذي يقول له؟ بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل ترونني ولأني ذاهب إلى الآب. فكانوا يقولون ما هو هذا القليل الذي يقوله؟ لسنا نعلم ماذا يقول. فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوا فقال لهم عن هذا الكلام تتباحثون بعضكم بعضا مع بعض لأني قلت لكم بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل أيضا ترونني. الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتم تحزنون ولكن حزنكم يؤول إلى فرح. المرأة حين تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت. فإن ولدت الولد لا تعود تذكر الشدة من أجل الفرح لأنها ولدت إنسان في العالم. وأنتم أيضا الآن تحزنون وساراكم أيضا فتفرحون وفرحكم لا ينزع أحد منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق الحق أقول لكم إنما تسألونه من الآب باسمي فإياه يعطيكم المجد بسم الله بالابن الروح القدس الهي المجد الاب بالابن الروح القدس الان وكل اول وتدر امين. كل سنه وحضرتكم طيبين. الكنيسه احتفلت يوم الخميس بعيد السعود وان شاء الله الحد مش بكره اللي بعديه بيكون عيد العنصره. وطبعا الفتره ديت من عيد السعود لعيد العنصره فتره جميله. وزي ما التلاميذ كانوا موجودين في حال من الصلاه فاحنا كمان في الفتره ديت بنرفع قلوبنا اكتر واكتر عشان ربنا يدينا نعم ومواهب وبركات الروح القدس في حياتنا. طبعا الصعود كان عيد مهم قوي قوي ان احنا نفهمه بشكل عميق لان حركة الصعود دي حركة مستمرة وحركة يومية. فكل يوم احنا بنمارس الحركة ديت من اجل حياتنا احنا. وتملي كل الحاجات اللي السيد المسيح مر بيها عشان. فهو لما صعد وجلس عن يمين الآب فهو أخذنا إحنا كمان في جسده فأصبحنا لنا نفس الإمكانية أن إحنا نصعد. لكن حركة الصعود من ناحية العملية إن هو نقطة التحويل إن الإنسان يتحول من شيء إلى شيء. فإحنا اتخلقنا من تراب مش كده؟ لكن وعشنا بسبب الخطية آدم وعشنا في العالم ومارسنا الخطايا فأصبحتنا إن إحنا نظرنا كله أصبح للأرض فأصبحنا إيه ترابيون. ليه؟ لأن فكرنا كله في الأرض في التراب في إنجازات الأرض
في المباهج الأرض، في الحياة في الأرض، وأصبحنا إن إحنا متغربين عن وطننا اللي هو إيه؟ السماء. فحركة الصعود غيرت من حياتنا الترابية ديت إلى حياتنا إيه؟ السماوية. فأصبحنا بسبب كده إن إحنا سماويون، زي ما معلمنا بولس الرسول الأول قال الإنسان الأول إيه؟ ترابي، من التراب، والإنسان الثاني من إيه؟ من السماء، سماوي. بيتكلم على الأول ده مين؟ آدم، وبيتكلم مين الإنسان الثاني اللي هو السيد المسيح، إن هو سماوي ومن السماء. فحركة النقلة ديت حركة يومية وحركة حسب مرحلة الحياة. يعني تملي إحنا بنعود يعني ولادنا أو إحنا زي ما تعلمنا إن إحنا نتخلص من بعض الحاجات اللي هي تربطنا بالأرض ونتمسك بالحاجات اللي تربطنا بالسماء حتى من وإحنا صغيرين. وكل مرة نفكر كويس قوي قوي إن دي إن السماء دي ده الوطن الأصلي بتاعنا، وإن إحنا كلنا مهاجرين عايشين في وطن تاني لغاية ما تيجي اللحظة إن إحنا نرجع إيه؟ لوطننا السماوي أو الوطننا الأصلي. ولكن الموضوع حركة الصعود دي حركة جميلة قوي قوي، إن أنا عارف أنا رايح فين. يعني تملي إحنا بنفكر في أولادنا، يا ترى إيه مستقبلهم، إيه شكل عملهم، شكل حياتهم الاجتماعية. تملي بيبقى عندنا زي نقطة question mark كده، يا ترى هم حيروحوا فين في النهاية. لكن إحنا عارفين إحنا هنروح فين، والسيد المسيح أعطانا المجد ده الجميل قوي قوي اللي إحنا بنتمتع به، إن إحنا عارفين إن إحنا مكاننا فين. فمكانك ومكانك هيكون عن مين؟ عن يمين الآب، زي ما أخذ السيد المسيح وجلس. يعني نفس الحكاية إحنا هنعمل. السيد المعلم بولس الرسول لخصها في آية قوي، قال أقمنا معه وأجلسنا معه في إيه؟ في السماوات. والشاطر في النحو يعرف إيه؟ إن الاثنين فعل ماضي، أقمنا معه وأجلسنا معه. يعني مش إحنا بس هنجلس، لا، ده أجلسنا معاه في إيه؟ في السماوات. فعشان كده مهم قوي قوي إن إحنا بنمارس الحياة السماوية وإحنا على الأرض. فالإنسان المسيحي يختلف عن أي إنسان آخر إنه يتخلص من كل ارتباطات بالأرض، من جاه، من عظمة، من مال، من مدح، من أي حاجة، من مباهج الحياة، من العيشة في العالم بأشكالها، بالالتصاق بالحياة اليومية العادية ديت، إنها تنهي الإنسان عن حياته، فيصبح الإنسان كله منقطع وقاطع كل ربطاته بإيه؟ بالأرض. ويصبح إن فكره فكر حسب مين؟ حسب شخص السيد المسيح. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال إيه؟ أما نحن فلنا فكر المسيح. فإحنا أصبحنا إن إحنا الإنسان السماوي ده يبقى يكون عنده فكر المسيح، يفكر تملي في المسيح، يفكر في إيه؟ في السماء، يتصرف زي ما المسيح يتصرف. يعني المسيح في الموقف ده كان عمل إيه؟ يتصرف زيه بالظبط. هو ده الإنسان اللي عايش في السماء وجالس يعني إيه؟ يمين أبي. ومن هنا بنعرف إن إحنا لازم تعمل عملية التحويل والتغيير الداخلية. فحركة الصعود دي حركة داخلية جوانية يومية، وبملاحظة شديدة جدا جدا إزاي إن أنا أشوف. فحركة الفكر، وبعدين لازم دي تتغير حسب فكر المسيح. نيجي بقى عشان كده إيه؟ القلب، حركة القلب. القلب ده لازم إيه؟ يتغير. زي ما الدم بيخش القلب وبيطلع، وهو داخل بيطلع بإيه؟ بحاجات يعني دم غير مؤكسد، وبعدين بيطلع بدم مؤكسد، فبيعمل عملية تغيير فين؟ من القلب يروح للرئة، ومن الرئة يروح يعني وهكذا. فعمل العملية التغيير ديت بين الرئة والقلب لتغيير نوع الدم اللي بيروح لكل أجزاء الجسم في النهاية، مهم قوي قوي إن دي تتم على الناحية الروحية، إن يتم أكسدة كل أفعالنا وكل مشاعرنا الغلط، عدم محبة، كراهية، حقد، كل الحاجات دي كلها دي حسب مشاعر الإنسان وحسب رغباته، وتتعمل عملية تغيير كامل ليها، تتحول إلى محبة وفرح وسلام، ويبقى الإنسان كده بيشتهي إيه؟ السماويات بدل ما بيشتهي إيه؟ الأرضيات.
فالعملية دي عملية يومية، عملية يومية. الواحد يفكر يا ترى أنا قلبي ده نقي ولا مش نقي، قلبي ده صافي ولا مش صافي، هل أنا فعلا في يعني عندي محبة ولا ما فيش محبة. إحنا كلنا عندنا محبة ربنا، وكلنا عندنا الارتباط بالإيه بالله. يعني عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول إن محبة الله قد انسخبت في قلوبنا بالروح القدس المعطي له. أوريدي عندنا المحبة دي. طب يا ترى إيه اللي حصل؟ حطت بدل محبة ربنا حطت محبة الإيه العالم. والكنيسة تقول لنا في كل مرة في الكسار يكون لا تحبوا العالم ولا الإيه الأشياء التي في العالم. وأفضل أنا برضو أحب العالم، أحب الكرامة وأحب المجد وأحب وأحب. طب إيه اللي حصل ده؟ هو الحقيقة الأرض بتشدني كتير قوي قوي. عشان كده هو يقول لك في حاجة اسمها الجاذبية الأرضية. كل ما أنا يعني أقدر أطلع لفوق ده ألاقي الأرض إيه بتنزلني. فطبعا الأرض ممكن تشدك، تشدك في كل ما بهج الدنيا، تشدك في الجاه، في المال، في المركز وهكذا. عشان كده حركة السعودي حركة يومية. أنا مش عايز حاجة من الحاجات دي كلها، أنا عايز أرتفع عن كل الإيه الحاجات دي. وبعدين تيجي بعد كده هوت إن النفس وكل حاجات جواها والحاجات اللي أنا بخزنها ديت، ممكن أنا مثلا تبقى في حاجات حصلت من سنين ومش قادر أنساها، وفي حاجات مخزونة بقالها أيام وليالي. طب يا ترى إحنا في السماء هنفتكر الحاجات دي؟ لا يمكن، لا يمكن إنسان في السماء يفتكر كل الحاجات ديت ومعاملاته مع الناس. فحركة الصعود ديت حركة نسيان الأرض بما فيها من كل أنواعها وألوانها، إذا كان حاجات من ناحية الغرائز أو حاجات من ناحية المباهج أو حاجات من ناحية الحاجات اللي بتحصل في حياتنا اليومية بيننا وبين أهلينا أو أصدقائنا. عشان كده وقت إن إحنا لازم نرتفع عن مستوى إيه؟ الأرض، نرتفع على مستوى الأرض. القديس أغسطينوس عمل كده، وضعت قدمي على قمة هذا إيه العالم. طب إزاي أنت وضعت يعني عندما إيه لا أخاف شيء ولا إيه أشتهي شيء؟ ما فيش أي حاجة للعالم ده بالنسبة له، بالنسبة لي ولا حاجة. هو حصل إيه؟ حصلت له عملية صعود من الأرض لفوق. نفس الحكاية مريم المصرية حصل لها إيه؟ كانت عايشة في الجسد وفي الحاجات دي، حصل لها عملية صعود من مستوى الأرض ومستوى التراب ومستوى الجسد إلى مستوى السماء. نفس الحكاية قديس موسى الأسود كان عايش في الأرض على مستوى الأرض، خد كل حاجة وبعد كده حس الحاجات دي كلها إيه مش هتنفعه، فارتفع إلى مستوى أعلى. عشان كده حركة الصعود حركة نمو. الواحد يبتدي وبعدين بكرة يبقى يتغير، بعضه يتغير، بعضه يتغير. لو حركة الصعود دي حركة واحدة بس ما كانتش هتأدي بالغرض المناسب. ليه؟ لأن حياة الإنسان حياة معقدة، ففي حاجات كتيرة قوي في فكره، في حاجات كتيرة في قلبه، في حاجات كتيرة في نفسيته. فكل ما الإنسان يتم حركة الصعود دي يوميا يبتدي يرتفع يوميا وتدريجيا من كل الإيه أي ربطة بيننا وبين إيه الأرض. فإحنا عايزين نتمتع بالحركة دي. نقول يا رب أنت يعني أخدتنا معاك وقومتنا معاك وجلستنا معاك في السماويات، إحنا عايزين فعلا نعيش السماء دي وإحنا إيه على الأرض. ففي كل مرة أنا برتب واقف قدامك أنا بحس إن أنا عايش في السماء، واقف قدامك في السماء. كل تصرف مسيحي حسب إرادتك ومشيئتك وحسب مثالك أنا بمارس السماء. فأرجوك يا رب ما تربطنيش بالربطة دي بيني وبين الأرض، وخليني أرتفع عن كل الحاجات دي عشان أنت تبقى شهوتي وأنت تبقى هدفي. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد. هللويا في
شيرين بابنا وما اتخوى بتتريا سلتك بولت نور كموت سنتي انصتوا بحكمة الله يا رب وارحم يا رب وارحم بالحقيقة نؤمن نؤمن بإلان واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الدور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومرر من العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا يسأل فيه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة من خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين تن غشت بالقائد انت على الصاصي سنتين رموت نمهون انت في غنستيو Joseph Kisa City Pasi Etom Neumate قوة النطق وكل فكر العقل غنى مواهبك يا سيدنا لأن ما أخفيت عن الحكماء والفهماء هذا أعلنت ولنا نحن الأطفال الصغار وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروا ولم يروا هذا أنعمت به لنا نحن الخوطة لكي نخدمه ونتطهر من قبله عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم من ناموس حولها ولا بر الجسد أما الخروف فروحيين والسكينة فنطقية غير جسمية هذه إذن هي الذبيحة التي ولك نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر طهر شفاهنا واعطك وقولنا من كل أخلاط الهيول وارسل لنا نعمة روحك القدس واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير طرحنا في دينونة من موهبتك غير ما تسمى بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا تقدموا 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 على الرأس كفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصت في شفاعة والدة الإله القديسة مريم يا ربنا املأنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا رحمة السلام